صح العمر حرق لك الحاضنة، العمر دائما يحرق الحاضنة. يو السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم معايا واحد المطوره اللي كلشي كيتسنى انني ندير معاها مقابله. هاد المطوره مؤخرا تزوجت بواحد عود ثقال، واقيلا راكم كاملين عرفتوها. رحبوا معايا بالمطوره بوشه. وفينا بوشه؟ الفرده كشكش ديالي. هلو وغير تسني، اليوم غادي نكشكشها لي. نسيت حقه، مبروك الزواج. الله يبارك فيك. المهم غادي ندير على وجه داك المسلول ديال راجلك، وغادي نسولك شي اسئله اللي غتكون عاديه. ليله الدخله، شكون اللي حط السروال فيكم الاول؟ واش انت ولا راجلك؟ لا فعلا بدينا في قلة الأدب. ماشي قلة الأدب، ولكن غير سولتك غير أسئلة عادية. دابا صافي قول لي، شكون اللي حط فيكم السروال الأول؟ ما عملناش حاجة. يعني بغيتي تقولي بأن هاد السيد اللي تزوجتي به راه بارد، ملي ما درتو حتى حاجة راه يعني راه بارد. أوكي ندوز السؤال واحد آخر. نهار بيدخل عليك، واش لقاه مفتوح ولا لا؟ يس مفتوح. ايوا قولي ليا، ملي كتكونوا ناعسين شحال من واحد كتجيبوا؟ ولا نجيب واحد بس؟ ويلا لا واحد، بين داك الراجل ميت ليه الحوت مسكين. المهم انا راه راه الاشاره، اذا بغيتي تسقى لي ديك البحاره ديالك اتصلي بيا، راه انا اللي عندي الصفر الصف الاول. واش بصح وقعت لكم واحد القصه اللي في شكال؟ شي مره دخلتي انت وراجلك للدار ودخلتوا سكراني، وهو بغى يدخل طواليط باش يخرى سطق خاري فوق بيت النعاس. واش هاد القصه بصح ولا غير كذوب؟ والله فعلا. ايوا ملي لقيتي خاري فوق بيت النعاس اشنو قلتي لي؟ مين الخرا هنا؟ بوشة، قبل ما تزوجي كنت سمعت بأنك تتصاحبي مع الدراري الصغار، وسمعت بأنك كنت في واحد العلاقة مع وايت، وقلتي غادي نربي على يدي. واش بصح وايت ربيتي على يديك ولا لا؟ تربيت يدي. دابا قلتي هاد السيد اللي تزوجتي انت وياه كتجيبيه مع واحد، وايت ملي كنتي مصاحبة معاه، شحال كنتي كتجيبيه معاه؟ ولا عمري في حياتي جبت. وأصلا انت تلاقيك الله غير مع الدراري اللي عندهم الديكل. صبر صبر نجبدو لك تشوفي الشوتغان. الدراري سمحوا لي غنطرق الكاميرا، بغيت نجبدو ليها. قعد ضرب الفلق. امالك تخلعتي؟ قولي للمتابعين اشنو شفتي. عايز الشيء اللي ما عمركم شفتوه. دابا ملي شفتي الشوت غان ديالي، ملي غادي يجي راجلك عندك يبغي ينعس معاك اشنو غادي تقولي ليه؟ ما تدويش معاي ما تجيش قدامي. المهم سيري، غادي نكمل اللقاء ديالي مع المحروقه ديال بوشه. بغيتكم كاملين تدوزوا عند الانصلا اللي هو هذا، بغينا نوصلوا 30000 متابع في اقرب وقت، والرابط ديال الانصلا غتلقاوه في الوصف او اول تعليق او بحثوا عليه. ولا كنتي اول مره غتشوف القناه، ما تنساش تشترك فيها وتفعل الجرس وتخلي لايك للفيديو وتنزل كومونتير وتخلي احسن تعليق. تهلاو.